بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ نرحب بكم أجمل ترحيب في بغداد دار السلام، وأنتم تقطفون خطى الرعيل الأول من وزراء النفط الذين اجتمعوا في هذه القاعة قبل 63 عاماً ليؤسسوا هذه المنظمة العتيدة التي صارت اليوم واحدة من بين أهم المنظمات الدولية. صحيح أن العالم قد اختلف اليوم عما كان عليه حين انطلقت أوبك من قلب بغداد، لكن الثابت لم يتغير، هو أن النفط ما زال مصدراً أساسياً للطاقة في العالم، بما يمثله هذا المورد من أهمية في السياسة والاقتصاد والتنمية والبيئة، بالإضافة إلى أهميته على المستوى الاجتماعي للبلدان التي تعتمد عليه إنتاجاً أو استهلاكاً. السيدات السادة، لقد كانت هذه المنظمة شاهدة على التحولات التي رسمت مسار الثروة النفطية منذ اكتشافها في المنطقة وباقي دول العالم. فحين ظهرت أوبك للوجود، كانت الثروة النفطية تدار من قبل الشركات الاحتكارية التي أفقدت البلدان سيادتها وتأثيرها في سوق النفط. أما اليوم فإن أعضاء أوبك باتوا يديرون خطط وإنتاج وصناعة نفطهم بكامل سيادتهم التي يرسمون من خلالها سياساتهم النفطية، بما يعزز مصالحهم واستثماراتهم التي تؤدي إلى النماء والارتقاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولية المنظمة لا تنتهي عند حدود التصدير، بل تتعداها إلى عمليات التنظيم السوقي وضبط نطاق الأسعار، بما يحقق سعراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين، لأن الارتباك في منظومة السلات النفطية ستكون له آثار عكسية تلحق الضرر بطرفي المعادلة النفطية. ولا شك بأن دخول الغاز الطبيعي والمصاحب في سوق الاستثمارات الخاصة بالطاقة قد أضاف مسؤوليات جديدة على الدول الأعضاء، بعد أن أصبح الغاز مورداً حيوياً باستعمالاته التي تدخل في صناعات كثيرة. لهذا فإن التخطيط والتنظيم والمسؤوليات تتضاعف، وهو ما يستدعي من الدول الأعضاء أن تضع نصب عينها التحديات المضاعفة التي باتت تواجهها. الأخوة الأعزاء، إن حكومتنا الحالية اهتمت منذ تشكيلها والتصويت على منهاجها في مجلس النواب بموضوع الطاقة بكل تفاصيله، وفي المقدمة منها ما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي والمصاحب. فمن المعروف أن العراق يعتمد منذ سنوات بعيدة على النفط بوصفه المورد الأساس للاقتصاد والمال، وطوال سنوات جرى إهمال الغاز الطبيعي والغاز المصاحب، وهو ما أفقدنا الكثير من فرص التنمية، فضلاً عن التأثيرات البيئية التي تسببت بها النشاط الضار المرافق للصناعة النفطية. لذلك ومن أجل مغادرة منطقة الاقتصاد الأحادي الريعي، ابتدأنا منذ تولينا رئاسة الحكومة بجملة معالجات حاسمة تعمل على تطوير الصناعة النفطية والاستثمار في المهمل منها. فقد وقعنا عقوداً مهمة لاستثمار الغاز بنوعيه الطبيعي والمصاحب، توجت بالجولة الخامسة في هذا الاتجاه، وننتظر قريباً التوقيع على الجولة السادسة التي تستهدف رقعاً مهمة لحقول الغاز الطبيعي. ولا ننسى التعاون الكبير مع كبرى الشركات في مجال الطاقة، ومنها الاتفاق الأخير مع شركة توتال الفرنسية، لنحقق بهذا تكاملاً مهماً في استثمار الطاقة، بما يجعل العراق
عنصراً مهماً وفاعلاً في سوق الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، ولنوفر أيضاً الهدر في الثروة الغازية التي تكلف العراق سنوياً ما يقارب 4 مليار دولار. فضلاً عن هذا، فإننا وضعنا على رأس أولوياتنا فسح المجال للقطاع الخاص والشركات العالمية وتقديم جميع التسهيلات التي تجعل الاستثمار في هذا السوق الواعد متاحاً من دون أي تعقيد أو تأخير. لكننا اليوم يجب أن نضع أيضاً في حساباتنا أن العالم صار يبحث عن بدائل للطاقة التقليدية ويتجه نحو مصادر الطاقة البديلة التي من المتوقع أن تكون منافساً حقيقياً للنفط والغاز في غضون سنوات قليلة. يأتي هذا في ظل الالتزامات الدولية المنشغلة بموضوع التغيير المناخي الذي تسبب بآثار ضارة لجميع دول العالم. لهذا يجب أن نستعد من الآن ونضع الخطط التي تجعلنا مواكبين للتحولات العالمية نحو بدائل الطاقة، وهو أمر ستكون له انعكاسات حاسمة في مستقبل الثروة النفطية. أرحب بكم مرة أخرى في بغداد التي كانت وما زالت مكاناً ومحطة لتجمع الأخوة والأصدقاء، متمنياً لهذه المنظمة وأعضائها دوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.